مين اللي كمل الحصة المرة اللي فاتت؟ بتقالي كل الولاد كملوا الحصة. هنبدأ طبعا من عند الولاد. الهرمونات اللي بتطلع عندي من الهايبوثالاموس، قول لي أربعة. عايز أسمائهم. الجي اتش ار اتش، تمام. السي ار اتش. الجي ان ار اتش. طيب. الدوبامين. طيب هرمونات بتطلع من الهايبوثالاموس وتتخزن في البيتيوتري جلاند. جميل. البيتيوتري جلاند الاي سي تي اتش والام اس اتش كانوا بيطلعوا من بريكورسر سيلز، اسمها ايه؟ بروميوم نالو. كان في ماده كمان بتطلع معاهم مع الاي سي تي اتش والام اس اتش، الاندورفينز، مخدرات بتاعت الجسم. الاي سي تي اتش كان بيطلع ايه من ادرينال جلاند؟ كان بيشغل اول على ايه؟ كورتكس ولا مظله؟ كورتكس. الزونز بتاعت الكورتكس جونبيروزا فاسيكولاتا ريتيكولاريس. الهرمونات اللي بتطلع منها، تمام، كورتيزول ولا الدستيرون؟ ولا الدستيرون. الالدستيرون كان ليه فيدباك ميكانيزم تاني. الالدستيرون الرينين انجيوتنسين الالدستيرون ايه سيستم، كان بيشتغل امتى الريس سيستم ده؟ هايبو. هايبو ايه؟ برفيوجن للكيدني. مش بحبس كلمه اسكيميا دي، انا عارف ان هي موجوده عندنا في كتب اسكيميا بس انا مش حابس كلمه اسكيميا، نخليها هايبو برفيوجن. تمام. اول حاجه هتطلع ايه؟ وبعد كده لا ركزي، رينين اما طلع عمل ايه؟ حاول انجيوتنسين. جميل. وبعد كده حاول 1 2 وبعد كده هو هيشتغل على خد بالك بقى ان الاستيرو ان انجيوتنسين 2 سؤال متكرر جدا في الامتحان. انجيوتنسين 2 ده سؤال متكرر في الامتحان، بيحبوا يسالوه جدا جدا في الامتحان، مش انجيوتنسين 1، انجيوتنسين 2. وخد بالك برضو ان الانجيوتنسين 2 في حد ذاته ليه وظائف ثانيه على الكدني، هو بيعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول. الانجيوتنسين 2 بيعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول، وفي تريتمنت مشهور اكيد معظمنا سمع عنه اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز. ده طبعا ايه؟ بينهبيت الاكشن بتاع الانجيوتنسين 2. وخد المعلومه دي على استحياء، هقول لك كمان شويه في شابتر النفرولوجي ان في حاجه اسمها دايابيتك نفروباسي. في الدايابيتك نفروباسي بيبقى في مشكله في الافرنت ارتريول، فاما تيجي حضرتك تدي ايس انهبيتور بتبقى عملت علاج سحري للدايابيتس ايه؟ للدايابيتك نفروباسي. ما يهمكش المعلومات دي، هسال عنها بعدين. طيب الكنترول بتاع الثايرويد جلاند على من فوق خالص لتحت. لا خلاص كفايه كده بقى. فوق خالص الهايبوثالاموس؟ بيطلع تي ار اتش، تمام. البيتيوتري تي اس اتش. الثايرويد جميل جدا. طيب سؤال صعب شويه، الانتي انفلاماتوري افكت بتاع الكورتيزول كان يتمثل كده في كلمه، محدش يجاوب. طب بس خلاص مش عايز اي حاجه تاني، تمام بس كده. لايبوكورتين، ما هو بيعمل اندكشن لللايبوكورتين، واللايبوكورتين دوت كان بيروح يعمل انهبيشن للفوسفولايبيز. تمام اتفضل تعالى. بيعمل انهبيشن للفوسفولايبيز، وطبعا الفوسفولايبيز ده كان الباسوي
الكبير بتاع كل الانفلاماتوري ميديتورز. خلاص مش عايز اي حاجه بقى تانية. الاميون سبريسيف اكشن برضو انت قول الحاجات بتاعت الانتي انفلاماتوري افكت هيديك الاميون سبريسيف زي الانترليكن 2 وطبعا الهستامين مش عارف ليه. طبعا الانفلاماتوري افكت ده الدراع اصلا بتاع المناعه في الجسم. طيب دكتوره اللي انت مش بتدري اهو الاكشنز اخرى للكورتيزول وراكي لسه جايلك اهو انتظري. الكورتيزول بيعمل ايه تاني؟ طبعا على مستوى الجلوكوز يعني ولا قلله؟ بيزود الجلوكوز. طبعا احنا قلنا قاعده عامه كده ان كل الهرمونات بتاعت اي هرمون يقابلك في الاندوكراين هو بيعالج الجلوكوز طبعا ما عدا الانسولين. فخلاص بقى يعني الحته ديت خلاص احنا قفلناها تماما يعني. اتفضل اتفضل. طب في اكشن اخرى للكورتيزول دكتوره؟ لايبوليسيس. طيب عندي حته لايبوليسيس ديت وهنقف وقفه عشان انا هتكلم عنها في الكوشنج سندروم. هو مش بيعمل لايبوليسيس بالشكل اللي احنا عارفينه ولكن بيعمل حاجه اسمها ري ديستريبيوشن اوف فات. يعني بيشتال الفات من الاستورج سايتس بتاعته ويروح يخزنها في اماكن ثانيه. تاني كده بيعمل ريديستريبيوشن اوف فات. مش هنقول عليها لايبوليسيس بالمعنى الحرفي. طيب دكتوره ما حضرتيش؟ مشيتي بدري؟ اكشن اخرى للكورتيزول؟ ما حضرتش؟ برضه مشيتوا بدري. بتحرجوني انتوا كده والله. طيب ايه؟ ممكن بس عايز تقول هم قالوا ايه؟ هم ما جاوبوش، ما قالوش حاجه. انا بس انا فهمت ما جاوبوش عشان ما حضروش يعني. طيب ايه؟ الله ينور عليك. بيعمل حاجه اسمها اب ريجوليشن للالفا 1 ريسبتور بتاعه كاتكولامين. فبيرفع الضغط لحياتك العمليه، دي لحياتك العمليه. اما يجي لك مريض المستشفى انت قاعد مثلا في اي برايفت ولا حاجه وجاي لك واحد بايبوتنشن، اول حاجه بتفكر في ايه؟ انت تعلق له صلاين. طب انا علقت له صلاين وما جابش نتيجه. هو كان جاي لي بلو بلاد بريشر فبديله حقن الدكسا. تمام؟ الدكسا بيعلي الضغط. هي دي الحاجه الافيلابل اللي موجوده في البرايفت بس طبعا ما بتكترش منها عشان هي بتعلي الضغط على طول يعني. يعني انت اديت صلاين وهو مش جايب معاه نتيجه فبتبدا تديله ايه مثلا 2 سم دكسا بتبدا يعلي له ايه الضغط. طبعا حكيت لكم القصه الغريبه بتاع الدكتور بتاع الاسنان اللي ادى 36 حقنه ايه دكسا. اوعى طبعا تلجا للدكسا الا في الحالات الخطيره جدا 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 يعني. ايه؟ الدكسا بيضرب كل حاجه في الكورتيزول على قد ما هو وايد لي يوزد في الطب يقول لك العلاج السحري. عايز صعبه جدا. على قد ما هو السايد افكتس بتاعته رهيبه فوق مما تتخيله. بيضرب كل حاجه. الدكسا بيضرب كل حاجه فطبعا احنا ما نلجاش ليه الا لما خلاص بقى الدنيا قفلت في وشنا يعني. طيب احنا خدنا ايه المره اللي فاتت كمان؟ اخدنا البرولاكتين. الاكشن بتاع البرولاكتين. جميل. اسئله عن شويه بقى الحاجات اللي كانت بتزود الجروس هرمون. انا عايز النمونيك. تمام قول لي. جميل. تمام عايز النمونيك بقى. جميل. 3 اس. طب ما انا هجي لك اهو. 3 اس واحد ادلت راح الجيم حصل له هايبوجلايسيميا. 3 اس واحد ادلت راح الجيم حصل له هايبوجلايسيميا. 3 اس اللي هم سليب وستارفيشن وستريس. ما بين قوسين طالب الطب اثناء الامتحانات سليب وستارفيشن وستريس. راح الجيم. طبعا احنا كلنا بنحاول بتهيألي ما فيش طالب طب ما حاولش ان هو يروح الجيم في فتره من فترات حياته كده يعني. والحمد لله ما بنكملش اي اشتراك بنعمله. فلما بتروح الجيم انت بتعمل اكسرسايز. الناس اللي عضلاتها منفوخه دي منفوخه عشان في جروس هرمون بيطلع من الجسم بيعمل هايبرتروفي في العضلات. تمام؟ واحد ادلت انت بتيجي تشوف الطفل اللي كان عنده 12 سنه فتيجي تبص من 12 ل 18 سنه مره واحده بقى طويل جدا جدا جدا. ليه؟ لان السكس هرمون بتعمل اندكشن للسكريشن بتاع الجروس هرمون عشان يساعدها في حاجه اسمها ايه؟ الجروس سبيرت. ماشي يا جماعه؟ الاي جي اف 1 ده الدراع اليمين بتاع الجروس هرمون.
الاي جي اف 1 ده الدراع اليمين بتاع الجروس هرمون. انا قلت المره اللي فاتت ان الجروس هرمون بيعمل الاكشن بتاعه بشكل دايركت ان هو يروح على التيش ويعمل فيه نمو، او بشكل اندايركت ان هو يطلع اي جي اف 1 من الليفر فتروح تعمل الاكشن بتاعه. اي جي اف انسولين لايك جروس فاكتور. وللاسف المره اللي فاتت محدش سالني هو ازاي انسولين لايك جروس فاكتور. حد عايز يقول لي الاجابه دي؟ علشان هو نفس الايه. الكلمه عميقه جدا، الكلمه عميقه جدا، هرجع لها دلوقتي. عشان بيشتغل ازاي؟ عايز كلمه واحده. هو طبعا قال خلاص كلمه لا تيروزين كاينيز، ان حاجات الجروس كلها بتشتغل عن طريق تيروزين كاينيز. حاجات الجروس هتلاقي عندك في كتاب بي ار اس في حاجه اسمها سيل ميكانيزم اسمه كاتاليتيك ريسبتور باسوي، وكلمه كاتاليتيك يعني انزيمات. كاتاليتيك خلاص تفاعل كيميائي، فاي تفاعل كيميائي بيبقى فيه انزيم. فاذا احنا قلنا الكاتاليتيك ريسبتور باسوي ده هرمون من بره وانزيم من جوه بيقوم بالاكشن بتاع الهرمون ده. انت اما بتشوف اكشن بيعمل، اما بتشوف هرمون بيعمل اكشن معاك بتشوف الاكشن، لكن ما بتشوفش اوضه العمليات اللي جوه الخليه اللي هي ما بين قوسين سيل ميكانيزم. ففي حاجه اسمها تيروزين كاينيز. تيروزين كاينيز بيشتغل عليه نيرف جروس فاكتور، وبيشتغل عليه انسولين لاي جروس فاكتور، وبيشتغل عليه انسولين، وبيشتغل على حاجه اسمها تيروزين كاينيز اسوشيتد ريسبتور اللي هو الجروس هرمون الجاك. واقول لكم الكلام ده تفصيلا بعدين، تمام؟